كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا راضي عبد المعطي على أن المحور الاقتصادي يعد أبرز المحاور بالحوار الوطني. المحور الاقتصادي هو من أهم المحاور اللي موجودة في الحوار الوطني. الحوار الوطني وتوجه جديد، دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني، دعوة مقدرة من الشعب المصري، دعوة مقدرة من كل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب، لأنها بتستهدف في النهاية مصلحة المواطن المصري، التعامل مع الواقع بفكر جديد، مواجهة التحديات، الاهتمام بالمواطن. اليوم المحور الاقتصادي من خلال لجنة العدالة الاجتماعية بيتناول دراسة المشكلات الموجودة، الواقع، التحديات، الرؤية المستقبلية، حضور مكثف من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل المفكرين المعنيين بالمحور الاقتصادي.